الإمارات والبحرين تعربان عن دعمهما لقرار المملكة العربية السعودية بمراجعة علاقتها بلبنان، وبيروت تدعو الرياض لإعادة النظر في قرارها. أنقرة تتهم واشنطن بتزويد وحدات الحماية الكردية بالأسلحة وبتضارب تصريحاتها بشأنها، وأوباما يحث الطرفين على ضبط النفس. الولايات المتحدة وفرنسا تجهضان مشروع قرار روسي في مجلس الأمن يستهدف تركيا من دون أن تسميها، وباريس تحمل موسكو مسؤولية التدهور الخطير في سوريا. الصليب الأحمر يعرب عن قلقه العميق للأوضاع في حلب، ومنظمة العفو تتهم تركيا برفض السماح للنازحين السوريين بدخول أراضيها. السراج يصل طبرق لحضور تصويت البرلمان الليبي على حكومته، والمغرب يحذر من نفق مظلم إذا لم يتم اعتمادها.